بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لضيق الوقت ولأهمية دراسة الري بالرش والري بالتنقيط، فأنا قلت إن أنا لازم أديكم محاضرتين فيهم، واحدة ري بالرش واحدة ري بالتنقيط، وده علشان القرار الغريب اللي أنا عرفته إن خلاص يعني الامتحانات بتاعتكم هتبدأ يوم 22 شفوي عملي أو يوم 27 فاينل، فهيبقى في جزء في للاسف ما يعني ما خدناهوش. ممكن ابقى انزل بيه فيديو للناس اللي تحاول تجمعها وتعرفها كمعلومات عامة، اللي هو الجزء بتاع تصميم القطاعات اللي هو السينوبتيك دايجرام وتصميم القطاعات المائية. المهم النهاردة بنتكلم في الباب السادس اللي هو ديزاين اوف سبلينكلر اريجيشن سيستم او سبلينكلر اريجيشن ري بالرش. هي هنا فكرة الناس الري بيها تسميها الري بالرش، ري بالظبط بالرشاشات، اللي أنا بحاول بعض الكتب أماثل تسميها الأمطار، بالمرشات اللي أنا أسقط المهم المطر كله بنفس أسقط قطرات المعنى أو رذاذ المية على النبات. هي فكرته اللي أنا بحاول أحاكي الأمطار. طبعا أنواع بقى كتيرة وأشكال كتير، دي حاجة منهم مثلا، وإحنا طبعا هنشوف الأنواع دي ده نشوف بعد شوية. فاحنا بنعرف ايه هو الري بالرش. هي طريقة ري تعتمد على توزيع المياه فوق سطح الارض المطلوب رشها مشابهة لسقوط الامطار. طيب هل لها مميزات؟ طبعا لها عيوب، هنشوف المميزات هي ايه. اول حاجة اللي انا ما بسيبش بقى حاجات عشوائية مش زي الري بالغمر والكلام ده، ففي الميكنة الكاملة للري. ميكنة هتلاقي فيه زي ما هنشوف الشبكة مكونة من ايه، لغاية ما بوصل من اول المضخة اللي بتسحب المية لغاية الرشاش نفسه اللي بيخرج المية تحت ضغط مناسب. نمرة اتنين، لا تحتاج الاراضي الى تسوية، ودي كنا قلناها قبل كده ان ساعات الارض بسيبها زي ما هي حسب طبوغرافيتها، وخاصة لو كانت تسوية ثقيلة، واللي انا بعمل عملية ري لانها بتشابه زي ما قلت لك الامطار يبقى مش محتاج تسويه. انا بحتاج تسويه دايما لما بيكون الري بالغمر علشان الميه بتتحرك اندر جرافيتي او بميل الارض. طيب نمره ثلاثة، يمكن تحديد الاحتياج المائي بدقه. طبعا يعني انا بقدر اتحكم في الميه تحكم كامل في الكميه، غير الري بالغمر اللي انا بسيح الميه فوق سطح الارض والباقي منها بتخلص منه، وبالتالي مفيش تحكم. هنا في تحديد بالظبط، في تحكم رهيب في كميات المية وبدقة. طيب نمرة أربعة، بتضع تحت تصرف المزارع شروط مرنة. يعني ايه؟ يعني انا اقدر هشغل الرشاشات امتى وشغلها كم ساعة وكمية التصريف اللي خارج من الرشاشات قد ايه، كل حاجات بعمل عليها كنترول بقدر ان انا اتحكم فيها. وفي حاجات دلوقتي كمبيوترايزد، يعني اعمل لها برنامج واتحكم في كل حاجة صغيرة وكبيرة، غير لما يبقى في مشكلة اللي بيتعامل تحت بالمطر، المطر يقل ويزيد، لو كان بيزرع ومصدر المية بتاعته امطار، او حتى لو في ري وتحصل مشكلة او ري بالغمر مفيش تحكم مفيش مرونة قوي. لكن هنا في الري بالرش والري بالطمئن زي ما نشوف في تحكم كامل. يمكن استخدامها مهما كانت طبيعة التربة حتى ولو كانت عالية النفاذية. يعني طبعا الطبيعة احنا قلنا طبيعة التربة من حيث الطبوغرافية احنا قلناها في نمرة اتنين، لكن من حيث النفاذية ان احنا عارفين طبعا لو الارض رملية قدرتها على الاحتفاظ بالمياه بيبقى ضعيف جدا، فلو انا عامل ري بالغمر يبقى كفاءة الري هتبقى ما تجيبش 40% وهبقى محتاج كميات مياه كبيرة. لكن لما بعمل ري بالرش او ري بالتنقيط بيبقى الهدف يدوبك ان المياه توصل للسطح في منطقة امتداد الجذور، وبالتالي محتاجش كميات مياه كبيرة. وحتى لو الارض رملية او رملية مزيجة ممكن المية بتبقى بتاعتي ما بتهدرش وبتبقى تقدر ان هي توصل الرطوبة اللازمة
لنمو النبات في منطقة امتداد الجذور. نمرة 6، تساعد هذه الطريقة على تثبيت الأزوت مما يزيد من خصوبتها كويس يعني. وكمان مش كده يعني، غير اللي انا اقدر اثبت السماد الزراعي والحاجات دي، اللي انا اقدر اخلط بالمية بتاعته كمان اي انواع من الاسمدة، او حتى لو في حاجات مقاومة للحشرات او للامراض اللي ممكن تصيب النبات، ممكن بتبقى على شكل بودر بدوبها في المية وارشها مع المية وبتحكم فيها، فما ما بفقدش، مش بطريقة عشوائية بقى زي الفلاح زمان كان بيمسك ويرش بايده، لا انا بدوبها في المية واقدر ان انا اتحكم فيها. عمق الترطيب اقل منه في الري السطحي طبعا، ان انا بدي المياه يدوبك تقضي الجذور، علشان في منطقة الجذور احتياجات النبات مظبوطة، علشان انا ما عنديش صرف اصلا، على اساس ان انا ما عنديش مياه، انا اصلا ما عنديش مياه زائدة. يمكن استخدام الري الرذاذ في جميع المحاصيل تقريبا. طبعا هنا برضو كلمة الري بالرذاذ اللي هي الري بالرش، ممكن تعبير زي ما قلت لك بالرش، بالرشاشات، بالمرشات، بالرذاذ، بالرذاذ، كله من نفس المعنى. هي جميع المحاصيل يمكن، هو كلمة تقريبا، لان مثلا ممكن محصول زي الارز هيبقى صعب يعني، الارز بالذات لانه بيحتاج كميات مية كبيرة، هيبقى صعب ان انا ارويه ري بالرش. تمام، يؤمن الري بتخزين مياه من في الطبقة السطحية من التربة عادي، الكلام ده يعتبر مكرر لو احنا بنمرة 5. اهم محاذير الري بالرش، احنا مش بنقول عيوب، لكن حاجات بتحد من انتشار استخدام الري بالرش. اول حاجة التكلفة الاولية عالية، علشان اعمل شبكة من اول البامب او المضخة لغاية، طبعا دي عايزة مصاريف، عايزة عشان احدث طريقة الري وحولها لري بالرش محتاج تكلفة أولية، زي ما نشوف الشبكة مكونة من ايه، ومش كل حد بيقدر على التكلفة دي. تاني حاجة، بيؤدي الى سقوط حبات الرذاذ الى تحطم بنية التربة، يعني بعض الاحيان لو الرذاذ بتاع المية القطر بتاعه كبير وتقيل والنبات لسه طالع في اوله بيبقى ضعيف، فممكن وزن قطرات المية دي مع ضعف النبتة اللي لسه طالعة صغيرة ممكن ده يؤثر على النباتات. لو درجات الحرارة نمرة 3، يعني درجات الحرارة عالية، لو درجات الحرارة عالية زيادة عن اللزوم والمناخ جاف، ممكن جزء من وجزء مش قليل من قطرات المية اللي بتخرج من الرشاش جزء منها كبير بيتبخر في الهواء قبل ما يوصل للأرض لارتفاع درجة الحرارة. ودي خلتنا برضو نبص لنقطة تانية يمكن هي موجودة في نمرة 7 هنزل لها وبعدين اطلع تاني، ان يكون في رياح شديدة، يعني لو سرعة الرياح زادت عن حاجة معينة بتغير لي في، بتبدأ تاخد قطرات المية وتبعدها وتوزعها بطريقة مش مظبوطة، فتعمل لي مشكلة، لان معناها ان المية هتروح على حتت وحتت مش هيجي فيها مية، ودي مشكلة كبيرة في الري بالرش، مش زي الري بالغمر، الري بالغمر المية بتغطي الارض كلها. طيب، زيادة التكاليف في الري في التربة ذات النفاذية المنخفضة، يعني احنا هنا بالعكس بقى، يعني هنا دي بتبقى لما تكون التربة نفاذيتها قليلة، يعني بتحتفظ بكمية مية، تربة طينية تكاليف الري بالرش تزيد شوية. العكس لو هي نفاذية عالية، مش عالية، متوسطة مثلا ولا حاجة، اوكي اتس اوكي. لو اراضي مالحة برضو بيفضل الري بالرش في الاراضي المالحة، بس طبعا نسبة ملوحة يكون مسموح بيها. بتحتاج كمان الى ايدي عاملة مدربة، هي ممكن تكون ايدي عاملة قليلة لكن لازم تكون مدربة، لان في اجزاء من الشبكة بتتفك وتتركب، ويعني التشغيل نفسه بتاع الشبكة بيحتاج ناس فنيين مدربين، مش مجرد مزارعين عاديين
ما تعملوش مع شبكات الري دي. دي شكل كده تأثير الرياح، يعني شوف لما يكون عندي رياح بتغير شكل التوزيع. ولذلك هنشوف بعد شوية اللي انا بحاول اللي انا احط الرشاشات بتاعتي بحيث ان انا اقاوم الري بالرش ده، وجود الرياح ده، احاول ان انا اقاوم وجود الرياح دي. خلي بالك هنا يعني ده خط فرعي، ده بنسميه الخط الحامل للرشاشات. كل نقطة من دي هي الرشاش، وكل دايرة من دي بنسميها دائرة تأثير الرشاش. يعني الرشاش بيخدم، او المساحة التي يخدمها الرشاش هي المفروض الدايرة دي، على اساس ان الرشاش بيلف فيه بيؤثر على الدايرة دي. ولاحظ ان في عندي لازم يكون في اوفرلاب، لان شكل توزيع المية بيبقى كتير في النص وبيبقى خفيف في الاطراف، فلازم يحصل تداخل كده علشان الجزء اللي مشترك اللي بينهم يوصل له كمية مية مناسبة، فيبقى توزيع المية متناسق ومنتظم على المساحة كلها. هنشوف دلوقتي المسافة بين خط الحامل للرشاش والخط الحامل للرشاش بنسميها اكس اتنين، والمسافة اللي بين الرشاش والرشاش بنسميه اكس واحد. دي علشان هتخش معايا في المعادلات بتاعة حل المسائل. طيب ايه الاجزاء بتاع شبكة الري بالرش؟ في المضخة، المضخة اللي هي بتسحب لي المية من المصدر. المصدر ده بقى يبقى ترعة، يبقى بئر مثلا، مياه جوفية، زي ما يكون المصدر. في حاجة بقى اللي هي المرشحات، المية دي بتجيلي فيها رواسب، فيها شوائب، فيها، فلازم يبقى عندي مرشحات او فلاتر. الفلاتر دي غالبا بتبقى فلاتر رملية علشان تقدر تنقيل المية وتحجز الشوائب والعوالق والكلام ده، لان الحاجات دي ممكن تسد الرشاشات بعد كده وتعمل لي مشكلة، فلازم المية تخرج نقية تماما علشان هتخش على انابيب دقيقة او الرشاش نفسه المخرج بتاعه دقيق جدا وممكن يتسد لو في اي شوائب او عوالق. مجموعة انابيب بقى، مجموعة انابيب او مواسير موجودة في الشبكة، الدرجات من اول الدرجة الكبيرة لو عندي انبوب توريد حقلي، انابيب رئيسية، انابيب فرعية، انابيب حقلية، وفي بقى الانابيب الحاملة للرشاش، دي مجموعة انابيب. والله على حسب بقى حجم المزرعة، ممكن تبص تلاقي مثلا ما فيش غير مجموعتين بس، يعني هنا في خمس انواع من الانابيب بتتدرج من الكبير للصغير، فممكن ما تلاقيش توريد حقل ده، ممكن تلاقي البئر مثلا في نص الحقل مصدر المية، يبقى خلاص مش محتاج. انابيب رئيسية، ممكن انابيب رئيسية تحت رأسية، مش شرط، انا ممكن الاقي انابيب حقلية على طول وحاملة. يعني اقصد ممكن هذه المجموعة بتبقى من اتنين لخمسة الدرجة بتاعتها، على حسب كبر وصغر الشبكة، على حسب توفر مصدر المية بعيد ولا قريب ولا جوه الأرض. نمرة أربعة اللي نسميها الرشاشات أو المرشات، الاتنين مفيش مشكلة فيهم، دول دي بالإيه الشبكة بتاعت شبكة الري دي رسمة بسيطة جدا لها. ده مجرى مائي حطيت عليه مضخة، المضخة سحبت المية وديته لخط رئيسي، الخط الرئيسي بيدي لخطوط فرعية، الخط الفرعي بيدي لخطوط حاملة للرشاشات. كل شرطة من الشرط اللي قدامك دي بتدل على ان هنا في رشاش، وكل دايرة من دي بتقول لي ان ده هو المساحة التي يخدمها الرشاش. ودي قطعة مثلا بيبقى في خط رشاشات بيبدأ يتحرك، بيتفك ويتحرك علشان يخدم المنطقة دي، ونفس الكلام طبعا الخط بيشتغل لفترات معينة، يجي العامل بيروح فاكك الخط ويروح محركه ومركبه على جزء تاني ويبدأ يتحرك في الاتجاه التاني ده. انا بقول لك ده مثال، وطبعا زي ما هنشوف ان الشبكات دي بتبقى مكونة من انابيب بتبقى خفيفة الوزن عشان يبقى فيه سهولة في نقلها. طيب بعد كده برضو دي شكل تاني للشبكة، يعني اكنها معمولة كده في الـ3D.
برضو ده دي بامب او مصدر ميه، ده البامب بيسحب، دي ساكشن بايب ماسوره سحب. هو مديك هنا المكونات اهو بتاعته، وبعدين ده دي الخط، خط رئيسي. الخط الرئيسي بيدي ليه خطوط فرعيه اللي هي الخطوط المنقطه دي اللي هو زي ده. الخط ده بنسميه خط او خط حامل للرشاشات، كل واحد من ده بيبقى فيه رشاش في نهايته ويبدأ ايه، يبدأ يخرج منه المية. دي برضو شكل تاني لشبكة، شكل تاني لشبكة ايه، احنا بنبص برضو في مرشات ثابتة زي المرش اللي على اليمين ده، ده مرش ثابت المية بتخرج منه كده، وهو عامل الشكل ده بحيث ان المية تنزل عاملة زي الامبريلا او عاملة زي الشمسية كده، وتخرج يا دوبك تروي الجزء اللي حواليه. وفي طبعا في المرشات الدوارة زي ما هنشوفها، دي لها ذراع قصير وذراع طويل، وفي حركة ترددية بتحصل. المهم في انواع، وفي قاذفات المائية او ساعات بيسموها مدفع، المدفع الرشاش، مش مدفع رشاش يعني، هو اسمه مدفع وبيستخدم لرش المية، وده ممكن يوصل للمدى بتاعه لغاية 60 متر زي ما احنا زي ما هنشوف بعد شوية. برضو دي ما زلنا في انواع رشاشات ترددية، دي بتحرك، دي اشهر حاجة اللي انت ممكن تشوفها في الجناين او حول في حوالين المباني او في الحدائق العامة، غالبا ما بيستخدم هذا النوع. لكن دي الرشاشات البخاخة دي بتبقى زي ما قلت لك رشاشات ثابتة، ما بتبقاش فيها حركة، ولذلك دي بتبقى انواع صغيرة وبتبقى محتاجة ان هي تروي بسيطة. دي رشاشات المدفع اهي على شكل مدفع، وبتضخ على مسافات كبيرة، وزي ما قلت لك دي ممكن توصل لغاية 60 متر، لغاية 60 متر المدى بتاعها ممكن يوصل لغاية 60 متر، والضغط بتاعها بيبقى ضغط قوي جدا. ممكن نبقى نشوف يعني نقول رقم ولا حاجة بعد شوية. دي برضو بعض انواع الرشاشات اللي بتبقى موجودة على عجلات وتتحرك، يعني هتلاقي ايه ده في هنا اهو في المسافة دي خط حامل للرشاش، والعجل ده بيستخدم يتحرك. طبعا العجل ده بقى بيتحرك ازاي؟ ممكن يتحرك يدوي اللي انت تربطها في، ممكن تتربط في حاجة والحاجة دي بتحركها بابور حارت. المهم فيتحرك العجل ده، يتحرك وده خط حامل للرشاش، يبدأ يرش المية ويتحرك بسرعة معينة. طبعا دلوقتي بقى في حاجات بقى أحدث، وبقى معمول لها زي قضبان سكة حديد، وبقى في حاجات كمبيوترايزد وتحكم في السرعات بدقة زي الحاجات دي اهي مثلا. ده ممكن ده حاجة اسمها البيفوت، يعني بيبقى هو ثابت هنا والجزء ده كله بيبدأ يتحرك ذراع، يلف في دايرة كبيرة، يبدأ يلف في دايرة كبيرة اهو زي كده اهو، يبقى ده عجل وبيلف، وهو بيلف كده زي ما انت شايف ليه اذرع عالية زي، وفي ترس، في ترس فوق او جمالون صغير. الترس او الجمالون ده متشال عليه خطوط حاملة للرشاشات، وبيبدأ يرش مية طول وهو بيتحرك بيفوت، وده بيخدم المساحة بتاعته بتبقى دايرة كبيرة جدا. وده طبعا كل الحاجات دي بتبقى واضحة وواضحة جدا في مناطق الاستيراد الجديد. انا لما باجي اخطط شبكة الري بالرش بشوف الانحدارات بتاعة الارض ايه، بنقي المكان العالي هو اللي احط فيه المضخة، لان علشان تبقى الفواقد بتاعتي قليلة، وعشان يبقى كفاءة الري بتاعتي عالية، يبقى ما احطهاش في، لو انا دي اقدر اتحكم فيها الا اذا كنت مجبر، لان لو انا حطيت المضخات في مناطق منخفضة هيبقى عندي لود زيادة اللي انا محتاج ان انا ارفعها كمان كفرق اليفيشن او فرق مناسيب، يكفي ان انا ابقى عايز ان انا اوصلها بضغط معين لغاية الرشاشات. فالمفروض تشوف الانحدار بتاع الارض والمضخة بتاعتك، المفروض لو كان الموضوع متاح وبسيط اللي انت تحطها في منطقة على منطقة.
يفضل ان الخطوط الحامله للرشاشات دي وانت بتخططها ان هي تكون قد بعضها، علشان يبقى سهل ان انا انقلها، سهل ان انا انقلها، فبقسمها لمساحات تقريبا قد بعضها، الاطوال بتاعتها قد بعضها، والمفروض برضو الطول بتاع الخط ما يزيدش عن اطوال معينه علشان يبقى سهله، سهل في نقلها وفكها. دي حاجات كده بعملها في الاعتبار. تعالى بص كده ودقق في الشبكه اللي قدامي دي. خلي بالك الشبكة اللي قدامي دي عبارة عن ايه؟ ده مجرى مائي، ده المصدر الرئيسي، المجرى المائي ده مصدر رئيسي متبطن، حلو قوي. باخد دلوقتي، باخد بقى المجرى اللي كنت قلت لك في مجرى توريد، هو ده مجرى الاول لتوريد المية من المجرى المائي وداخل لغاية ما دخل، حطيت البمب في نص المساحة اللي قدامي. خلي بالك ده افضل حاجة، ده افضل حاجة اللي انا احط البامب بتاعي او مصدر المية بتاع البامب يبقى في نص المساحة. ليه؟ عشان معنى كده ان المسافات متساوية، الابعاد متساوية، يبقى هو كده لما هيجي يضخ، وده اقل ابعاد، لكن تخيل مثلا البامب هنا هيبقى محتاج يضخ المسافة هنا، ومحتاج يضخ المسافة بعيدة في الكورنر، محتاج كل المسافة دي. ده كله طبعا بيفرق في الهيد، وبيفرق في توزيع المية وفي الكفاءة بتاعة المضخة والكلام ده. لكن أفضل وضع للمضخة إن هي تبقى في النص، فالمضخة دي بتبدأ تسحب المية وتديها للخطوط الرئيسية، الخطوط الرئيسية اللي هي السوداء، اللي هي السوداء بالكامل، اللي هي واخدة زي حرف اتش دي، دي الخطوط الرئيسية. يتفرع من الخطوط الرئيسية الخطوط اللي هي المنقطة اسود فابيض، دي خطوط فرعية اهي، بتتاخد من الخطوط الرئيسية. كل خط فرعي لو انت دققت في معمول خطين كده، دول بنسميهم الخطوط الحاملة للرشاشات، الخطوط الحاملة للرشاشات. طبعا الشرطة اللي معمولة دي هي عبارة عن الرشاش، الشرطة دي بتدل على الرشاش. خلي بالك السهم ده بيدل على اتجاه الري، يعني وانا بروي دي كده بروي دي كده، علشان ما يحصلش الناس تعاكس بعضها، الفنيين وهم بيركبوا او بيفكوا او الحاجات دي بتبقى عمليه اسهل. تخيل بقى المساحه اللي قدامي دي هي فعلا مساحه بتتروى، وفي وقت واحد بالمنظر اللي انت شايفه ده، المنظر اللي انت شايفه ده. طبعا هو القطعه هنا كاتب ان القطعه دي مثلا 20 فدان، فشوف بقى ده عندك دي 1 2 3 4 5 6 7 8، 1 2 3 4 يعني 32، 32 في 20 ب 640، يعني دي 640 فدان مثلا المساحة دي. انا بوريك الشبكة دي بنسميها شبكة ثابتة. ليه ثابتة؟ كل الاجزاء اللي فيها ثابتة، المضخة ثابتة، الانابيب الرئيسية ثابتة، الانابيب الفرعية ثابتة، هي كل اللي بيتحرك هي الانابيب الحاملة للرشاشات بس، دي بنقول عليها شبكة ثابتة. مع هي الحاجة الوحيدة اللي بتتحرك فيها وتتفك وتتركب هي الخطوط الحاملة للرشاشات دي. لو ثبتها تبقى التكاليف عالية جدا جدا جدا، عملية مش سهلة بقى، ولذلك دي لازم تتحرك عشان تخدم مساحة أكبر، مش بتخدم بس مساحة صغيرة، تخدم مساحة أكبر. طيب التصميم بتاع شبكة الري بالرش، احنا قلت شوية معادلات هتخدمني في المسائل، لكن مثلا من اول دي معامل انتظام توزيع الرذاذ، ده مش هيخش معايا قوي في المسائل، فانا مش يعني مش هحاول ان انا يعني اتعبك في اللي انت تعرفه قوي، لانه زي ما قلت لك مش هيخدمني في حل المسائل، لكن انت تعرف ان في حاجة اسمها سي يو او معامل انتظام، معامل انتظام توزيع الرذاذ، وده بيتحسب بمعادلات، كل حاجة عندنا بتتحول في الآخر لمعادلات وأرقام، لكن أنا زي ما قلت لك إكمني مش هستعمله في أي مسألة، فأنا مش ههتم قوي لضيق الوقت كمان. طيب معدل إعطاء المياه للأرض، أنا بدي معدل، بدي المية عايز يوصل لها قد إيه، الارض عايزه يوصل لها ميه قد ايه، بنقول ده بنسميها بي مع، بس خلي بالك بقى من الوحدات قوي، لان كل رمز من دول ليه وحده مختلفه عن التاني، والنتيجه
يعني بي معدل اعطاء الارض بالمليمتر على الساعة. خلي بالك بي الناتج هيطلع بالمليمتر على الساعة، يساوي كيو سمول على اكس واحد في اكس اتنين. خلي بالك كيو سمول تصريف المياه المنطلق من الرشاش، تمام؟ المهم يعني بعد خصم يعني النهائي، يعني بعد خصم لو في فواقد، بس بايه بقى؟ باللتر على الساعة. يبقى الكيو سمول باللتر على الساعة، والناتج هيطلع بالمليمتر على الساعة. كويس. اكس واحد واكس اتنين دي الايه بقى؟ دول اكس واحد المسافة بين الرشاشين اللي انا وريتها لك في الرسمة الاولانية وهنشوفها تاني، بس بالمتر. يبقى اكس واحد بالمتر، اكس اتنين المسافة بين خطين متتاليين بين الخطوط الحاملة للرشاش. يبقى اكس اتنين المسافة بين الخطوط الحاملة للرشاش، اكس واحد المسافة بين الرشاشات. اكس واحد دي بالمتر، اكس اتنين بالمتر. يبقى اكس واحد واكس اتنين بالمتر، الكيو سمول باللتر، باللتر على الساعة، البي الناتج بتاعها بالمليمتر على الساعة. تمام. كفاءة الري بالرش، كفاءة الري بالرش بالرشاشات عموما، احنا قلنا ايه كفاءة؟ اللي انا بستفيد منه على اللي انا بديه. فهو بيقول لك بتساوي كمية المياه التي يتم اختزانها داخل منطقة الجذور. منطقة الجذور، ما هي دي المياه اللي هتستفيد منها النبات، على مقسومة على ايه بقى؟ كمية المياه المنطلقة من الرشاشات. في مياه هتخرج من الرشاش، بس قد ايه منها هيوصل لمنطقة امتداد الجذور؟ اكيد في جزء هيتبخر لو درجة حرارة حتى عالية شوية، ولا هواء جاف، في جزء هيتبخر، في جزء هيفضل ممكن يتنطر ويفضل موجود على الاوراق او الصقان بتاعت النبات اللي حواليه، وفي جزء هيوصل للارض، جزء هينزل لامتداد الجذور، وممكن جزء يفضل موجود على السطح مش هستفيد منه. فهي دي كفاءة الري بالرش. غالبا كفاءة الري بالرش على حسب عوامل كتير قوي بتنحصر ما بين 70% و90%، يعني عوامل الارض وعوامل النبات وعوامل الاهم هي عوامل الطقس، الظروف المناخية، درجات الحرارة، الرياح، الرطوبة النسبية اللي موجودة، الكلام ده كله بيؤثر في كفاءة الري بالرش. طيب ده خلي بالك بقى من القوانين دي عشان بعد شوية هتتركب مع بعضها وهتخش في مسائل. فترة تشغيل الرشاشات على الخط الواحد، انا اقدر اشغل الرشاش على الخط الواحد قد ايه؟ المعادلة بتقول لك تي بتساوي دي على ايتا في بي. تعالوا نشوف مفردات المعادلة. التي عدد الساعات اللازمة للتشغيل بالساعات، بالساعة يعني كذا ساعة. الدي ده كمية المياه المطلوب اعطائها للارض في الراية الواحدة كعمق مكافئ. خلي بالك لو رجعنا للباب التاني هتبقى هي دي اللي احنا كنا بنسميها المياه المتاحة بيسر بس كعمق مكافئ. دي اللي هي 7% من المياه المتاحة الكلية، والمياه المتاحة الكلية اللي هي من أول نقطة الذبول، خلي بالك من أول نقطة الذبول الدائم لغاية الساعة الحقلية. لكن لو أنا بتكلم على المتاحة بيسر يبقى إيه؟ يبقى من أول نقطة الذبول الظاهري لغاية الساعة الحقلية. ما تنساش أبدا الرسمة اللي احنا رسمناها دي بقى اللي بتعبر عن كمية المياه دي بس كعمق مكافئ. ايتا كفاءة الري بالرش، كفاءة الري يعني كفاءة ري الحقل بالرش. البي اللي انا لسه حاسبها اللي هي معدل اعطاء الايه المياه للارض، ما علشان اشوف انا هشغلها قد ايه. النبات محتاج دي، انا بدي له بي، يبقى انا محتاج اشغله قد ايه مع الكفاءة علشان يديني كمية المية في الرية اللي انا. لو عايز احسب مساحة الارض اللي بيخدمها خط الرشاش، احنا قلنا خط الرشاش بين الخط والخط اكس اتنين، يبقى لو خدت من السنتر للتاني للسنتر لاين يبقى هو بيخدم اكس اتنين بالعرض، ولو طول الخط الرشاش ال يبقى هو بيخدم اكس اتنين في ال. ايوه بس هو ما هو ثابت ده، انا بحركه عدد من المرات في الايه في اليوم. فالان عدد الاوضاع الخط الرشاشات التي يمكن تشغيلها في اليوم الواحد، يعني انا في اليوم احركها مرتين، احركها 3 مرات مثلا، يبقى دي الان. كمان الاف الفتره ما بين الريات، الفتره اللي ما بين الريات،
يبقى المفروض ان الخط بتاعي ده، الخط اللي الخط الحامل للرشاش ده بيخدم مساحة مقدارها اكس 2، المسافة بين الخطين بتوع خطوط الحاملة للرشاش مضروبة في ال، الطول بتاع الخط الحامل للرشاش مضروب في اف اللي هي الفترة ما بين الريات، لو سماها اف او ساعات زمناها قبل كده رمز تاني مش مشكلة، والان عدد الاوضاع اللي بياخدها الخط في اليوم، ممكن اغيره كام يوم، فعدد الايام يبقى عدد المرات الانتقال خلال فترة الري مضروبة في اكس 2 في ال، يطلع لي المساحة حامل للرشاش. عايز احسب بقى التصرفات اللي موجودة. لو انا افترضت دلوقتي عدد الرشاشات قد ايه، بسيطة جدا طبعا، كل الكلام ده انا بخططه في التخطيط المبدئي. ال الطول بتاع الخط الحامل للرشاشات، اكس واحد المسافة اللي بين الرشاشين وبعض، يبقى لو عايز عدد الرشاشات على الخط اقسم ال ال على اكس واحد، ده على الخط الواحد. لكن لو انا عندي بقى إيه، حاسب عندي قطع كتير، القطع دي عددها فاي اللي انا كنت معلم عليها مثلا في الرسمه اللي فاتت 20 فدان، اضرب الان سمول في الفاي تديني ان كابيتال، ان كابيتال اس عدد السبلينكلر على في المنطقه كلها، يبقى في المنطقه كلها عندي كام رشاش؟ لا اما احسبه من هنا اللي انا اقسم ال ال على الاكس واحد، هو هيديني اصلا ان سمول، واضربه في الفاي، فاي ده عدد القطع اللي موجود. زي ما انا قلت لك لو رجعت للرسمه كنت انا مديك القطعه 20 فدان وعندي 32 قطعه، فكان المفروض كده احسب واضرب في 32 قطعه واشوف ان ايه ان اس. تمام، يبقى ده عدد الايه الرشاشات واللي هتشتغل في وقت واحد، يعني ان كابيتال اس ده النمبر اوف سبلينكلر اللي بتشتغل ان ذا سيم تايم، في نفس الايه اللي بتشتغل في وقت واحد. يبقى الكيو كابيتال، الكيو الكبيره اللي انا عايز الاول دي، ده كيو للخط لان هيجيب بعد كده سيجما كيو، كيو بتاعت خط الحامل للرشاشات الخط الواحد. هجيب الكيو سمول اللي هو تصريف الرشاش الواحد، طبعا دي يبقى زي ما يكون بقى باللتر على الساعه زي ما يكون، فهجيب التصريف بتاع الرشاش واضربه في عدد الرشاشات اللي على الخط، يبقى ان سمول في كيو سمول يديني الكيو كابيتال. كيو كابيتال دي بتاعت ايه؟ دي اقصى تصريف مطلوب للمياه لتشغيل خط الرشاشات، خط واحد. ارجع اضرب الكيو ده، ايه بقى؟ اجيب سيجما كيو اضربها في ايه؟ في فاي. اضربها في فاي، يعني اجمعها بقى في عدد القطع، يعني كل خط كده. طب عدد الخطوط قد ايه؟ اضربها في عدد الخطوط اللي هتشتغل في وقت واحد، فاجيب سيجما كيو. فلما اجيب انا سيجما كيو يبقى دي كل التصريفات اللي انا محتاجها وهي شغاله في وقت واحد. ليه؟ علشان اصمم بعد كده المضخه بتاعتي، لان تصميم المضخه جاي من الكيو. لو انا دخلت في تصميم الشبكات نفسها، زي ما انا قلت لك كل هي عباره عن شبكات، شبكه رئيسيه، شبكه فرعيه، شبكه بعد كده حامل الخط الحامل للرشاشات، دي كلها بايبس، انابيب. وانابيب يبقى بتعامل مع بايبس، بايبس عندي تصريف كيو بيساوي الاريا في الفي، الفي نفسها بتساوي جذر السي في معامل التصريف مضروب في 2 جي اتش، وطبعا الاتش هي ضاغط، دي غلط، السي في دي اسمها معامل السرعة، ده بيسموه معامل السرعة سي في ده. يبقى عن طريق المعادلات بتاعة تصميم البايبس انا بقدر اخش في كل مجموعة بايبس واللي انا اصممها. انا عندي معادلة الاستمرارية اللي هي الكيو بيساوي المساحة في السرعة، والسرعة بجيبها عن طريق جذر 2 او سي في في جذر 2 جي اتش، هو طبعا شال بقى ضربها في الاريا، فبقت الكيو بتساوي سي دي في الاي، اي سمول دي مساحة الفوهة، مساحة الفوهة بقى لو انا عايز بشوف ايه التصريف اللي هيخرج من الفوهة الرشاش، جذر 2 جي اتش، اتش دي الضاغط اللي انا عايز المية تخرج عنده، انا عايزها مثلا تخرج بواحد ضغط جوي، باتنين ضغط جوي، يبقى الاتش دي ب 20 متر مثلا، يبقى والاي سمول ده مساحة الفوهة، والسي دي ده معامل التصريف coefficient of discharge، اضربهم بالمعادله دي، دي معادله خروج الميه من اورفيس كنا واخدينها في المفروض واخدينها في الفلويد ميكانكس قبل كده. طيب بطبق برضو معادله برنولي ايكويشن بين اي نقطتين انا عايزهم،
يعني برنولي اكويشن فاكرين كنا واخدينها برضو في الفلويد، البوتنشال انرجي زائد البريشر انرجي زائد الفيلوسيتي انرجي او الكايناتيك انرجي عند نقطه واحد بتساوي هي نفسها عند نقطه اتنين زائد اللوسز. دي ان اتش اف دي عباره عن اللوسز من واحد الى اتنين وهكذا. عشان عايز اصمم وحده الضخ، وحده الضخ دي في معادله، اهم حاجه المعادله، الهيد اللي عندي اللي موجود اللي انا عايز ارفع الميه، بحيث انا مطلوب دلوقتي من المضخه اللي هي تعمل ايه؟ تسحب الميه من المصدر، فادي هيد بيسموه ساكشن هيد، وبعدين ترفع الميه لغايه الفوهه الرشاش. فرق المناسيب ما بين المضخه وفوهه الرشاش ده ستاتيك، بيسموه الايه؟ بيسموها الاستاتيك، الاستاتيك هيد، فرق مناسيب بس، ان انا عايز ارفع لمنسوب، ده نمره اتنين. كمان ما تنساش ان انا عايز ضغط معين عند الفوهه، يعني انا مش برفع وخلاص عشان اوصل للفوهه تنزل منقطه، لا، ده انا عايز الميه تخرج مندفعه كمان، فانا عايز ضغط تالت عند الفوهه، ادي الضغط التالت. كمان وانا طول وانا ماشي عندي فواقد، والفواقد بتتحول لهيد مكافئ، يبقى كمان عندي هيد. يبقى الاتش ديزاين اللي هصمم عليها، الاتش ديزاين اللي انا هصمم عليها المضخه عباره عن اتش ستاتيك، ده فرق المناسيب من اول النقطه اللي انا هسحب منها الميه من تحت لغايه الفوهه، والاتش دي هي الهيد اللي انا عايزها عند الفوهه، عايز الميه تخرج بضغط شكله ايه، زائد اللوسز بقى كل الفواقد اللي انا هتاثر بيها، وانا والميه بتتحرك من اول ما بتسحب الميه لغايه ما تخرج من فوهات. دي رسمه بسيطه اهي بتبين لك، لو انا عندي بسحب ميه من هنا المضخه وفرق مناسيب، وبعدين في ميه بتخرج من الرشاش هنا، فقال لك والله الميه اللي بتخرج الرشاش هنا انا محتاج هيد اتش، او مثلها بالمسافه دي. لكن الاستاتيك بقى قد ايه، من اول هنا من اول السحب ده لغايه السنتر لاين بتاع المضخه، ده بيسموه العمق الاستاتيك او السكشن هيد مثلا، ده عمق الامتصاص، وبعدين ده فرق هيد اليفيشن من السنتر لاين ده لغايه ده، مجموعهم كلهم على بعض المفروض ده يديني سيجما اتش، او بيسموها اتش ديزاين. يبقى اتش ديزاين هيساوي الاتش اس زائد الاتش دي زائد الاتش، تمام، او بيسموها الاتش سي، الاتش اس زائد الاتش سمول. جبت الاتش ديزاين دي، وطبعا عامل حسابي في الفواقد، جايب الاتش ديزاين، اروح اطبق بقى المعادله، ان الاي بتساوي جاما ووتر في الكيو، طبعا هنا كيو دي هي سيجما كيو اللي انا قلت لك عليه، اللي هو اقصى تصريف مطلوب علشان كل السبلينكلر تشتغل في وقت واحد، اللي هو اقصى تصريف للارض كلها اللي انا برويها في وقت واحد. يبقى دي عباره عن الكيو مضروبه في الاتش دي اللي هي الديزاين هيد اللي احنا قلنا بقى عليه، الضاغط الكلي الديناميكي شامله كل حاجه، للمضخه بالمتر، دي بالمتر، الكيو بالمتر مكعب على الثانيه، الجاما 9810 نيوتن على المتر تكعيب، الجاما بتاعت الميه، واقسم على كفاءه المضخه اللي هي بتبقى في حدود مثلا 9 من 10 من 8 من 10 9 من 10، اطلع قيمه القدره اللي مطلوبه بالوات، القيمة اللي مطلوبة بالوات للمضخة. بعض الأحيان بروح رافع 20% برضو احتياطي، علشان أنا عارف إن الكفاءة عمرها ما هتوصل 100%، تمام، علشان أصمم. إحنا بس برضو شوية حاجات نظري كده، زي ما أنا قلت لك، في نظام الري بالرش الثابت، في نظام الري المتنقل، في نصف ثابت، وفي الأوتوماتيك. الثابت اللي أنا وريته لك في الشبكة الكبيرة اللي أنا وريتها لك، اللي هي كانت عبارة عن 32 قطعة، كل قطعة 20 متر، كلها ثابتة ما عدا الخط الحامل للرشاشات. المتنقلة بقى لا، ده أنا المتنقلة بنقل الخط الحامل للرشاش، وبنقل الخط الخطوط الثانوية، وممكن أنقل كمان لو بنقل كله، وممكن أنقل المضخة نفسها أنقلها معايا، يعني المضخة نفسها تبقى متحركة. طبعا ده لما تكون قطع صغيرة وكمية المية المطلوبة صغيرة. في النصف ثابته، في يبقى في اجزاء ثابته، يعني المضخه نفسها ثابته، الخط الرئيسي ثابت، لكن ممكن الخطوط الفرعيه والخط الحامل للرشاشات يبقى متحرك، دي بنسميها نصف ثابته او نسميها نصف متنقله، مش مشكله. في زي ما انت شايف اهو الرشاشات في الاماكن دي، ودي بتلف
الدوارة دي بتلف علشان تقدر تتحرك على مستوى المزرعة. ده البيفوت اهو اللي انا قلت لك، بيبقى راكز في النص هنا ويبدأ الخط يلف كده فيغطي الدايرة اللي قدامك دي كلها، وده المنظر بتاعه اهو. دي الرشاشات راكبة وبيبقى المركز بتاعه تحت هناك كده، وبيبدأ ايه يتحرك. دي امثلة بقى، وخلي بالك الامثلة دي هي ان شاء الله مش هيجي لك بره عن هذه الامثلة، بس ممكن مثلا مثالين يدخلوا في بعض، فانت لازم تفهمهم كويس، والمسألة ممكن تبقى عبارة عن مسألتين ولا ثلاثة داخلين في بعض كده عشان تبقى مسألة كبيرة شوية. والشيت في نفس المسائل، يعني الشيت ممكن مش نفسها من الأرقام ولا حاجة، لكن الشيت نفس المسألة. فالمثال بيقول لي أرض مزروعة، بيديني معدل استهلاك النبات، معدل استهلاكه 5 مللي في اليوم، وبيتم ري الأرض باستخدام رشاشات تصريفها اللي هو كيو سمول. الكيو سمول بتاع الرشاش 1.8 متر مكعب في الساعة، بتخدم دايرة، الدايرة اللي بتخدمها 35 متر. بيقول لي نسبة التداخل على خط الرشاشات 50%، نسبة التداخل بين الخطوط وبعضها 40%، والمطلوب يحسب الفترة ما بين الريات اللي هي اف. إذا ما تم تشغيل الرشاش 6 ساعات في كل رية، اداني فترة تشغيل الرشاش وقال لي كفاءة الرشاشات 85%. خلي بالك بقى، هما دول مش قوانين، المفروض دي حاجة بتستنتجها. المسافة اللي بين الرشاشين وبعض بيساوي القطر واضربه 100% ناقص نسبة التداخل. يعني عايز يقول احنا اتفقنا مع بعض ان لازم يكون في تداخل ما بين الدوائر اللي بتخدمها كل رشاش، علشان الاطراف دي بيوصل لها ميه قليله، فلازم تداخل علشان يوصل لها نسبه، يبقى في حسن توزيع للميه على المساحه كلها. فالتداخل ده لو هو نسبه التداخل بين الرشاشات على الخط الواحد، هو قالها لي بطرحها من 100% واضربها في القطر اطلع المسافه اللي بين الرشاشات وبعضها. فهو قال لي القطر دايرة الخدمة بتخدم 35 متر، يبقى 100 ناقص 50% واضربها تطلع 17 ونص متر. معناها ان المسافة اللي بين الرشاشات 17 ونص متر. طب المسافة بقى بين الخطوط، قال لي نسبة التداخل 40%، يبقى برضو 100% ناقص 40% يطلع 60%، اضربها في 35 طلعت 21 متر. يبقى المسافة بين الخطوط الرشاشات 21 متر. طب المعادلة اللي احنا قلناها، معادلة اعطاء المياه للرشاشات بي بتساوي كيو على اكس واحد في اكس اتنين، اعوض بالكيو واعوض باكس واحد واكس اتنين، تمام، حصلت عليها. بس خلي بالك واضربها هنا، لان احنا قلنا ده باللتر في المعادلة، قلنا ده باللتر على الساعة، فهو ضربها في الف لان هو مديها لي بمتر مكعب، ضربتها في الالف بقت بلتر، وده بالمتر بالمتر، طلع الناتج بالملي بالظبط زي ما احنا قلنا الوحدات في المعادلة، يبقى 4.9 ملي على الساعة. ده معدل اعطاء المياه، لكن احنا عايزين بقى نعرف كمية المياه التي تخزن داخل منطقة الجذور. انا الكمية دي خلي بالك، المسائل دي وكأنها قوانين، بس هي مش قوانين، هي حاجات لوجيك. هو هجيب البي اللي انا حسبتها اضربها في عدد الساعات بتاعة التشغيل، الساعة هشغل 6 ساعات في الكفاءة، فما ضربت دول في بعض طلعوا 25 ملي، يبقى انا عايز كمية من المية مقدارها 25 ملي في الرية، يبقى هروي كام يوم؟ ارجع بقى لده معدل الاستهلاك، المعدل بتاع استهلاك النبات 5 مللي في اليوم، يبقى الفترة ما بين الريات اقسم الاتنين على بعض، كمية المياه المختزنة اقسمها على معدل استهلاك المية، يطلع لي 5 ايام. يبقى انا محتاج ان انا اروي لمدة 5 ايام، طبعا وقف 5 ايام، يبقى دي الفترة ما بين الريات. لاحظ مرة تاني، لو طلعت القيمة اي قيمة تطلع بقربها للرقم الاقل مش للرقم الاكبر. يعني لو هي كانت طالعة 4.6 هقول ان هي 4، لو طلعت 4.8 4، لكن مثلا طلعت 4.99 زي بعض المسألة مرة طلعها لها 99 راح واخدها 4، لا دي ممكن تبقى 5 ويبقى الفرق بسيط جدا، لكن غالبا انا بقرب للقيمة الاقل ما بين الريات. بيستكمل اهو في المثال السابق، ولذلك قلت لك انا ممكن في المسألة ادغم لك المسألتين في بعض. فهنا بيقول لك اذا كان طول الخط، طبعا لانه مش محدد لي الشكل او التخطيط بتاع الشبكة، بيقول لي هو طول الخط الحامل للرشاش 175 متر، ويتم خلال اليوم تشغيل الرشاشات للخط لري خطين، يعني بنقل خط الرشاشات ده بنقله مرتين،
مطلوب حساب مساحة المنطقة الواحدة التي يخدمها الخط، والتصريف المطلوب لخط الرشاشات الواحد. اهو أنا عارف إن المسافات بين الخطوط 21 متر، وعارف الفترة اللي بين الريات 5 أيام، دي من المسألة اللي فاتت، من الجزء اللي فات. يبقى المساحة اللي بيخدمها الخط الرشاشات الواحد قد إيه؟ سهلة، القانون اكس 2 في ان في ال في اف، اكس 2 عرفناه 21 متر، ان الطول 175 متر، ال عدد المرات اللي هو بينقل فيها، اللي هي الان عدد المرات اللي بينقل فيها مرتين، اف الفترة ما بين الرايات 5 متر، طلع على طول المساحة اللي بيخدمها بالمتر مربع، حولها الفدان قسم على 4200، لان الفدان فيه 4200 متر مربع. طيب عايز يجيب التصريف بقى، هو عارف التصريف بتاع الرشاش الواحد، يبقى يجيب عدد الرشاشات على الخط. هو قال لي ان الخط طوله 175، وانا حاسب قبل كده ان الاكس واحد المسافه بين الرشاشات 17 ونص، قسم دي على دي طلع 10 رشاشات، ضرب عدد الرشاشات في تصريف الرشاش الواحد، طلع تصريف الرشاش 18 متر مكعب على بيستكمل. بس انا الجزء بقى بتاع تصميم القطاعات والانابيب انا هعفيك منها، يبقى انا مش هخليك تخش في اللي انت تصمم وتحدد الاقطار بتاعة الانابيب المختلفة للشبكة بتاعة الري، فالجزء ده انا هعفيك منه عشان الوقت بس. دي شبه مسألة كده هخليك تبقى تتفرج عليها وتقراها وتحاول يعني. دي الرسمة بعد التصميم، يعني دي الرسمة بعد الايه، بعد التصميم بحولها، اقراها بينك وبين نفسك كده. لكن هنا انا عايز بس حتة صغيرة اخدها من الجزء ده، ان هو بيقول لي اذا كان الضغط المطلوب عند الفوهة اللي احنا سميناه اتش سمول 32 متر، وكان والمطلوب حساب الضغط المطلوب، هنا كان هو لسه عايز يحسب الفواقد والكلام ده، ومستخدم معادلة دارسي اللي احنا كنا خدناها، بس دي المعادلة معدلة من دارسي اسمها معادلة سكوبي، مغير شوية يعني. معادلة دارسي بتساوي اتش اف بتساوي 4 اف ال في تربيع على 2 جي على 2 جي دي، هنا بقى هو مغير في شكلها، لكن برضو مدخل كي اس وال في بدل في تربيع 1 اس 9، والدي تحت بقت 1 اس 1، ده معادله اسمها سكوبي، بيحسب منها برضو الفواقد نتيجه الاحتكاك، وبعدين بيضيف لها فواقد. المهم ان هو حسب لي الفواقد 9.6، برضو مش هبقى طالب منك حاجه زي كده، انا بس بفهمها لك، واجمعها على الاتش يبقى 41.6، عشان التصريف بتاع اللي بجمع عليها الفواقد زي ما قلت لك، ضربها في الفواقد. المهم هديك معلومات، هو مطلوب هنا ايه، احسب قدره المضخه اللازمه بحيث يكون الضاغط عند بدايه ال 25 متر، مع العلم ان ضغط اللي هو السكشن هيد 4.5، فاخد ال 4.5 جمعها على ال 25 وضرب في فواقد 10%، طلعت له 32 45%، ده اعتبر ده هو الاتش دي، وراح طبق في المعادله اللي احنا لسه واخدينها، اتش دي بتساوي الجاما في الكيو بي في الاتش على ايتا، وطلع ده عباره عن 50.9 واط، يبقى ده اللي مطلوب، او كيلو واط، يبقى دي اللي مطلوب للمضخه. انا هكتفي بالقدر ده، هكتفي بالقدر ده، وانت بص في الشيت اللي هيبقى موجود لو في حاجة مختلفة شوية، او في الكتاب لو في مثال ولا حاجة مكرر او شبيه بالكلام ده، لكن هي دي فكرة. وطبعا ما قدرتش اقول كل حاجة عن الري بالرش علشان الوقت، وربنا ان شاء الله يسهل، وهنزل لكم شيت على الري بالرش. سلام عليكم.